هذه صنع تايلاندي احسن فاليزات والخويا المغربين عطيلو 35000. ما ربح معك ما نخسر معك. اللهم لا امين. الشارع سميتو العريدوز، كان شحال هادي كله مغاربه، دابا كاين شوج ديال اللبنانيين دخلوا لهنايا، ولكن الشارع هو القلب النابض ديال هاد الحي هذا، وكان معروف من هادي سنين لي زاني 50 60 كانوا المغاربه هنايا، وهاد المحل اللي حنا فيه كان هو اول ايمابل تبنى في هاد الشارع هذا. وشحال هادي ما كانش لي زيمابل، كان كلشي بالطول، وكان غير لي لومبادير، ما كانش حتى الضو. وحاليا لو دوايان اللي كاين هنايا دوبي 1956 هو هنايا، هو اقدم مغربي هنا. الحاج العربي رزاق الله يطول في عمره. شحال هادي ما كانوش بزاف ديال المحلات، دابا المحلات كاين في جميع لي كومون، والحركه التجاريه بحال في العالم كله من بعد كورونا ومن بعد هادشي. وقبل من كورونا كان خصت بزاف، لان المحلات تحلو بزاف، وكاين لا كونكورونس ديال الويال، وكاين بزاف ديال المشاكل اللي تخبطوا فيها الجاليه. ولكن كل واحد بحال اللي قال الاخ توتالو، القناعه هي كلشي. الانسان تيقنع باش مكتب له الله، وراه الامور مشيه الحمد لله على كل حال. هاد الشارع هذا معروف بالالكتروميناجي وبالحوايج. السياح الاغلبيه اللي تيجوا لهنا ما تيجوش ياخذوا هاد المسائل، هاد تيجوا ياخذوا الارتيزانا، داك لي ماسك، داك لي كولي، هما اللي تيجوا السياح. هادشي اللي تيهمهم داك الباس ديالهم العاجي، هما اللي ولكن هادشي ديال الحوايج وهادشي اللي حنا تنخدموا مع الناس ديال البلاد، ما تنخدموش مع السياح. العلاقات مع الزيفواريان الحمد لله في احسن ما يرام، من عهد المرحوم الحسن الثاني مع فو وفويد بواني كانت علاقة طيبة، وهي من أحسن إلى أحسن. مع زيارة الملكية اللي وقعت من دوبوي 2013 الحمد لله كلشي تيتحسن، وعندنا الاسم ديال المغربي. أي بلاصة مشيتي وتتقر فيها الاسم ديال المغربي، هذاك مفتاح تيحل لك عدد ديال البيبان، لأن السمعة ديال المغاربة طيبة، والعلاقة بين ليزيفواريان وليماروكان في أمالة واحدة. اللهم لك الحمد. أنا تاجر بساحل العاج لمدة 24 سنة. الشارع هادي من بداية الستينات اختي، هاد الشارع هادي لاري دوز تريجفيل، تيبدا من افوني 21 حتى لافوني 8، خاص بالمغاربة، واحد تيورط على الآخر، هذا أب هنا تيمشي تيجي وليدات وهكذا، والأغلبية في هاد الشارع كاين ولاد فاس، باش نقصد ولاد فاس ماشي بير 100% ولاد فاس، كاين الدار البيضاء، كاين مكناس، كاين محمدية، كاين تازا. هاد الشارع هذا تقريبا هز نقول لك واحد الألف ديال البشر. هادو هذا الشارع هذا خاص بالمغاربه 100%. شنو اللي خلاك تجي ل... اقدر الله سبحانه وتعالى، صيفطونا الناس، خدمنا معاهم، تنقولوا هاد المره نمشيو ندفعوا لهنا لهنا لهنا، حتى تنشوفوا مشات لنا من الوقت ديالنا سنه سنتين ثلاث سنوات، قلنا دابا ما يمكنناش نمشيو شي بلاصه واحده اخرى، مشات لنا من العمر ديالنا هنا واحد السنين، خصنا ندير واحد الهدف في هاد البلاد هاد. والحمد لله ربي ما خيبش، درنا الاسره ديالنا ودرنا كل شيء، وليدات ديالنا تنهبطوا مره في العام الله، وتنشوفوا زيارات عائليه، تنشوفوا عائله، اصدقاء، احباب، الحمد لله. هذا البلد ديالنا ساحل العاج مثابه البلد الثاني ديالنا من بعد المغرب، الحمد لله تنحسوا بالراحه. اللي قال لك شي حاجه راه تيكذب، حسيت بمشكل سنين هبط لبلادي، ما نبقاش جالس هنا. راه بلادنا المغرب كاين مشاكل، ولكن كيفاش غادي تتعامل مع هاد المشاكل؟ كيفاش غادي تلقى حلول؟ انا جالس خصني ما نفريكونتيش واحد الناس اللي دون المستوى، خارجين على الطريق منحرفين، تيديروا لا دروك، تيكميو، تيشربوا، هذاك الشيء كله ما خدامش. يعني المشاكل فين ما مشيتي، السعوديه فيها مشاكل، مشيتي لامريكا، مشيتي لكندا، مشيتي لاستراليا، كاين مشاكل، ولكن انسان يعرف يتصرف. وما هاد البلاد هذا بلاد الخير مقارنه مثابه المغرب في الثمانينات وبداية التسعينات. الحمد لله الشعب تيستقبل، الشعب ناس مزيانين. سيدنا متابة الزيارات ديالو 5 زيارات، الله يطول الله عمره، عاد زاد القيمة المغاربة في البلاد.
جاو الشركات ديال دوليدول ديال سيماف، جاو بزاف الشركات الحمد لله، وداروا دي بارتناريا افيك لا كوت ديفوار الحمد لله، كاين احترام شامل. اربالي نقول لهم لا كوت ديفوار ولا المغرب بحال بحال هذه اقدر. انا وكنت لقيت مع تيسير الله شي رزيق مرتاح له، انا شخصيا مرتاح ببلادي ما نخرجش بلادي، ولكن الغالب الله عينا بالطليب، ارى الوالد ارى الوالده ارى خاي، هذاك الشيء راه ما تينفعش. اتينفع تقبط واحد المغامره وتوكل على دراعك وتكون معقول وما تاديش بنادم ديالك ديالك ماشي ديالك ماشي ديالك. فين ما مشيتي هاد الصباط حمر يبقى احمر. خدمنا مع معلميه تيجي تيحط لك 100 الف فرنك بليس تيديرها اكسبري، في العشيه تيجي تيقول لك تبارك الله راه كاين ليكسيدون. كيفاش اسيدي ليكسيدون؟ انا ما عارفش ليكسيدون صافا دير كي داير هاد لك. تنقول له انا ما فهمتش هاد الكلمه. تيقول لي 100 الف فرنك شنو بعتي؟ هو تيدير لك تيست. الا قلتي له بعت صباط وبعت فاليزه وبعت كوستيم تيدير معاك القيامه، انت ما صالحش الطياره اللي جابتك تسديك. ولكن الا قلتي له انا ما عارفش العلم لله، تيقول لك اولدي تيديرها لك النوبه الاولى والثانيه والثالثه، تيقول لك راه درت لك تيست ولا كنتي على هوتور كنتي في المستوى. دابا هذا المحل ديالك انت. المحل ديالي الحمد لله دي 24 سنه، اللهم لك الحمد الله ونشكره، مستورين ما عندناش وما خصناش. ربحنا واحد الاصل بلادنا في السعاده، واحد الدويره اللهم لك الحمد باش نهبطوا. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.